مصطفى وأعلي، أنا أستاذ جامعي في كلية العلوم السملالية وأستاذ الرياضيات، وعندي بنيتي هنا في لا ميديسين، إلي أون بوميير أني دو ميديسين. بون أنا ولي هذا المطلب ديال 6 سنين و7 سنين هذا غير غلط، دونك هذا المطلب ديال 6 سنين أنهم يبقاو 6 سنين هذا ما عندناش فيه مشكل، غير خص الوزارة الوصية ويعني وزارة الصحة وزارة التعليم العالي خاصهم يخرجوا بنصوص تنظيمية وخريطة الطريق اللي هي واضحة من الأول حتى الآخر، يعني من السنة الأولى إلى السنة السادسة وتوازيام سيكل يكون هذا الشيء واضح. غيقولوا ودي هاش غيقراو هذا في البومير اني دوزيام اني تروازيام اني ابغي هذا الشيء. أما هذا المشكل ديال 60 و70 سنين هذا ما عندناش معاه مشكل، لا حنا ولا الطلبة ديالنا، خص غير يكون كاع هاد لا فودغوت كلها تكون واضحه، ويكونوا لي كونديسيون اون دو فورماسيون يكونوا مزيانين، ويكون لو طو دون كادرومو مزيان. دونك هادو هما المطالب الحقيقيه. اما 60 و70 هذا غلط ما عندناش معاه مشكل. اش اللي خصو يكون واضح هو النصوص التطبيقيه ديال الطب الاسره، واش غادي تكون اون سبيسياليتي، واش غتكون واحد لو موديل استاذ 6 سنين الى اخره. اما القضيه ديال 6 سنين او 7 سنين راه ما عندنا معاه مشكل، غير اللي خصو يكون واضح هما لي كونديسيون دو فورماسيون يكونوا مزيانين، لوطو دون كادغومون ديال هاد الطباء ويكون مزيان. اما لو غيستر ما كاينش مشكل فيه، ولكن المطلب ديالنا هو الوزير الوصيه يعني وزاره التعليم العالي والصحه بجوج خصهم يخرجوا للاعلام الوطني والمواطنين ويشرحوا لهم هذا الشيء مزيان. علاش؟ باش يكونوا لي بارون عارفين اش واقع، ولي زيتيديو عارفين اش كاين، والمواطنين حتى هما عارفين شنو كاين. حيت خص يكون واحد الوضوح في هذا الشيء، حيت هذا الغياب ديال الوزارتين ما جاوش يصرحوا ويعطيو التصريحات، خصهم يديروا محاضر مكتوبه سيني مع لي زيتيديون باش يكون داك الشيء هو متق ومزيان. والحاجه اللي ممكن دار دابا دار، والحاجه اللي ما يمكنش دار غيقولوا ودي ما يمكنش وها انت غدار. والنبي عليه السلام. لا تنسى الاشتراك في القناه ووضع علامه لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أخبارنا.